mainly to the sedative effect. دي على فكرة ميزة. دي ميزة. مش أنا عايزه يقلل لي التوتر وعايزه ينيمني، صح؟ مش عايزه يدروخني قوي. مع السيديشن دي اللي هي شعور بان انا كالم بيهيفير وبتاع بس بكده، صح؟ فمش عايزها قوي دي يعني. فدي حاجه كويس انه بيحصل تولرانس للسيديشن. وكاتب بعدها ليتل تولرانس تو ذا انزيوليتيك افكت. يعني ايه ليتل تولرانس؟ يعني عايز يقول ايه؟ هيحصل تولرانس بس على وقت اطول. خلاص، يبقى التولرانس بيحصل بسرعه للسيديشن، وده حاجه كويسه والله، مش وحش. طيب بعد التولرانس سايكيك، ساعات يسموها سايكولوجيكال يعني، and physical dependence occur after long use. long use دي بقى انت وحظك بقى، يعني معتمد على جرعات، معتمد على frequency of administration، معتمد على التي اف بتاعت الدواء طبعا، معتمد على العيان والميتابوليزم بتاعه والريسبتورز، يعني موضوع بقى ايه يطول شرحه. can occur after long use sudden withdrawal of benzodiazepines، اللي هو قالها لنا فوق دي في اول الصفحه خالص. هتعمل ابسنت سيندروم او ويذدرول سيمتومز، اللي هو انكزايتي وانسومنيا وكونفلجنز واي حاجه تقريبا عكس شغل الدواء. There is cross tolerance، خلاص عرفتها، وكروس ديبندنس ما بين البنزودايزبينز والايثانول. فاكر بشرب خمره واخدت اول مره بنزو، مش هيحوق معايا قوي. ادمنت خمره وعايز ابطلها وعايز حاجه بديله، كروس ديبندنس، يبقى البنزودايزبينز. طيب يبقى كده خلصت مجموعة البنزودايزبينز، معلش طولنا برضو فيها شوية بس هي تستحق. أنا كاتب كونترا إنديكيشنز غلاسة مني كده، هي مش مكتوبة يعني، بس أنت لو فكرت كده هتلاقي كونترا إنديكيشنز لو واحد أليرجيك، قاعدة عامة بيجيب أليرجي، وقلت لك ساعات بتبقى أليرجيك رياكشنز بايخة، بلاش. جربتها مرة وجاب لي حساسية جامدة أيا كان أعراضها، بلاش أحسن. بريجننسي طبعا، بريجننسي صح. أولد إيج، فاكر فكرتك بقريبي ده اللي كان بيتوه في الشارع، بلاش في الاولد ايج عشان مشكله المينتال كونفيوجن والهايبوتنشن والكلام ده. بلاش في نفس الوقت مع الكحول، صح؟ يعني هم طبعا اللي بيشرب خمره ده بقى يروح يحل مشاكله يعني بعيد عنه، بس يعني نظريا يعني. يبقى خلصت كده اول مجموعه في مجموعه السيداتيف هيبنوتكس. وخلي بالك هم برضو انزيوليتكس، يعني هم داخلين خلاص في المجموعتين اللي بنشرحه. البي زد 1 ريسبتور اجونيست، اللي هو الثلاث اسامي بقى اللي قلنا بحرف الزد، زولبيديم والزاليبلون والزوبيكلون. زولبيديم وزاليبلون وزوبيكلون. اول معلومه دي هي المعلومه المهمه اول حاجه اللي كتبها بالخط الاسود الفخم ده، هم نون بنزودايزبينز كيميكالي بات ذي هاف ا سيلكتيف بي زد 1 ريسبتور اجونيستيك افكت. طيب هي ما جاتش فرصه قوي ان احنا نقول الفرق بين بي زد 1 و2، ومش مطلوبه مننا يعني، بس هم بيشتغلوا على واحد بس خلاص. فتلاقيهم البي زد 1 ده هو المشهور قوي بتاع الهيبنوزس، هو اللي لما يشتغل ينيم، كويس. البي زد 2 ده غالبا بتاع الانتي كونفلسنت والانتي سباستيسيتي، ويمكن حتى كمان الانتي انكزايتي، كويس. يعني بي زد 1 ده ينيم خلاص، لو اشتغلت عليه هننام. ما اشتغلت على بي زد 2 بقيت عامل زي البنزودايزبينز بقى، عملت كل حاجه، انتي انكزايتي وانتي ايبليبتيك وانتي كونفلسنت وانتي سباستيسيتي خلاص. ده بيشتغل على البي زد 1، فتوقع ان شغله الاساسي نوم، توقع ان شغله الاساسي هيبنوتيك. طيب هو شارح الزولبيديم وبعد كده قايل كلمتين صغيرين على الزاليبلون والزوبيكلون. الزولبيديم مره ثانيه فكرك ان هو مش بنزودايزبين كيميائيا، نون بنزودايزبين، وان هو سيلكتيف بي زد 1 او بين قوسين اوميجا 1 ريسبتور اجونست. خلاص، وبرده حاجه انت متوقعها لو عايز تضيع شغله، ادي فلومازينيل، لان الفلومازينيل بيبلوك بوث بي زد 1 و2، يبقى كان بي انتاجونايزد باي فلومازينيل. طيب نمره 3 هيبنوتيك، ده الاستعماد الاساسي with minimal inhibition of REM، احسن من البنزودايزبينز. يبقى أسوأ واحد لحد دلوقتي، طبعا سيبك من الكحول، أسوأ واحد الباربيتوريتس، أحسن شوية البنزودايزبينز، أحسن كمان البي زد 1 فاميلي دي، عشان تأثيرها البسيط على الرابيد أي موفمنت. فبالتالي كاتب مينيمال هانج أوفر. طيب اللي بعدها مينيمال سكيليتال ماسل ريلاكسيشن، متوقعة ماليش شغل قوي على البي زد 2. مينيمال أنتي كونفلسنت لنفس السبب.
مينيمال توليرانس وديبندنس. دي ميزه حلوه قوي بقى. يعني بص احنا كده في حاجتين انا احسن فيهم من البنزو دايازيبينز، مش كده؟ مينيمال ريدكشن اوف ريم او مينيمال شورتنينج اوف ريم ومينيمال توليرانس وديبندنس. يعني ايه مينيمال توليرانس وديبندنس دي؟ يعني زي ما قلت لك وقت طويل عشان يحصل، وجرعات كبيره عشان تحصل، هاجي اوقفهم ويحصل اعراض انسحاب غالبا هتبقى برضو اخف. يبقى مينيمال توليرانس وديبندنس، شورت اكتنج. هي دي طبعا انا لما اقولها لكم كده هتقولي لي بس احنا بنعك بقى، مش انت قلت لنا كل ما كان الاتياف قصيره احتمالات التوليرانس والديبندنس قصيره؟ بس في اسباب تانية بقى، يعني مش وقت والله، بس لو حد حب يبقى يسالني فيها يسالني، رغم ان هو شورت اتياف لكن برضه احتمال التوليرانس والديبندنس اقل. هل بقى التوليرانس والديبندنس لها علاقه بالبي زد 2 ولا هذا ما لن نعرفه ولا النهارده ولا اي يوم؟ فيعمل داي تايم انكزايتي، شورت اتياف تعمل داي تايم انكزايتي. ده برضو من العيوب المشهوره. فلو اخدت بالك كده نمره واحد واثنين خلاص دي، او A و B بيوصفهم لي. سي ميزه صح؟ ودي ممكن مش عايز اقول عيب بس يعني ايه يحد من استعماله شويه، هيبقى استعماله كله بس كهيبنوتيك. نمره اي تعتبر ميزه مهمه قوي. شكرا. اللي هي فكره ان هو مينيمال توليرانس وديبندنس. معلش القهوه جت يا اولاد، فكنا بنرحب بالقهوه وطنط صاحبه القهوه، مش صاحبه القهوه يعني قصدي اللي جابت القهوه، ما عندناش قهوه في البيت. شورت اكتنج دي تعتبر من العيوب اللي فيها عشان هيعمل داي تايم انكزايتي. الزاليبلون سيميلر تو زولبيدم بس التهاب اقصر كمان. خلاص برضو بدون حفظ يا جماعه، يعني انا طبعا عارف انتوا لسه فريش واخوكوا جميل وكل حاجه، بس يعني ما تضيعش ذاكرتك في حاجات مش مستاهله. خلاص هو الزولبيدام شورتي هاف ده اشطر، يعني اشرتر منه شورتر. يعني الزوبيكلون والاس الاس زوبيكلون ده يا جماعه ده ايزومر، اي اس اللي تلاقيها قبل اسم الدواء في الاسم العلمي، اي اس دي معناه ان هو ايزومر، يعني نفس الدواء بس فرق في الايزومرزم. يعني وكاتب لك جمله جميله قوي، نو ادفانتج اوفر بنزودايزبين. خلاص يبقى ده عرفنا كده الزولبيدام مجموعة البي زد 1 اجونيستس. هم الحقيقة حلوا برضو محل المجموعة بتاعت البنزو دايزبينز كهيبنوتيك. يعني بص يا اخي الدنيا ما بتدومش لحد، يعني باربيتوريتس اتركنوا، جات البنزو دايزبينز بقى بكل الهلومة اللي عملوها دي كانزيوليتكس، بقوا يستخدموا دلوقتي احسن ادوية تانية زي ادوية الاس اس ار ايز دي. كهيبنوتيك ظهر ادوية جديدة زي البي زد 1 فاميلي وزي الميلاتونين اجونست والاوركسين انتاجونست. طيب الباربيتوريت، ويعني الباربيتوريت كانت زمان من اهم الموضوعات في الفارما يعني. طيب مش هنطول قوي في المقدمه بتاعتها لانها برضو ايه ما عادتش بنفس الاهميه. بس سريعا كده ان شاء الله برضو، يعني لو بنتكلم على سورس خلاص بقى دول سينثيتك، مفيش عندنا حاجه جديده. الكيمستري بس عايز اقولها لك عشان يمكن تعدي علينا وسط الكلام كده. الكيمستري هم مشتقات من حمض اسمه باربيتوريك اسيد. باربيتوريك اسيد، يمكن انت زمان في الجنرال اول حاجه سمعتها الامثله الادويه الاسيدك كانت الاسبرين او الاسيتيل ساليسيليك اسيد ساليسيليتس والباربيتوريتس. خلاص هو نفسه طبعا الحمض ده ملوش اي قيمه، لكن لما بيعدلوا الكيمياء بيطلع الادويه الفعاله. يعني فارماكوكاينتكس موضوع كبير قوي، بس يعني باختصار احنا عندنا اللي باقي على قيد الحياه من مجموعه البنزودايزيبينز مجموعه لونج اكتنج كويس. يمثلها دواء اسمه فينوباربيتون. وخلي بالك هم احيانا بتتكتب فينوباربيتال، هي فينوباربيتون او فينوباربيتال، امريكان بقى والانجليز والكلام ده. طيب الفينوباربيتون ده فيري فيري ويل ابزوربد اورال، بيعدي طبعا بلاد برين بارير. سيبك بقى من البلازما بروتينز و خلينا في الفيت مصيره. جزء منه قد يصل الى 50% في معظم الكتب، ناس بتقول 25 ل 50 ميتابولايزد باي هيباتيك مايكروزومال انزيمز، وهو نفسه كلنا فاكرين فيري بوتنت هيباتيك مايكروزومال انزيم اكتيفيتور او انديوسر.
وجزء تاني اللي هو الباقي بقى 50% الباقيين، 75% الباقيين بيحصلوا elimination او excretion unchanged، يعني نازل زي ما هو بدون ميتابوليزم. دي فرقت معانا في ايه؟ فرقت معانا في معلومة سمعتها لما كنت بقارن مع البنزودايزيبينز، مش كده؟ انه بيحصل هيباتيك مايكروزومال انزيم اندكشن، يبقى بيحصل منهم تولرنس بسرعة بسبب ان هما بيكسروا نفسهم، صح؟ الاوتو اندكشن اللي احنا سمعناه زمان في الجنرال بينشطوا الانزيمات اللي بتكسرهم، فمع الوقت المستوى بتاعهم في الدم بيقل فبتضطر تعلي جرعات والكلام. طيب وفارق معانا ان هما هيعملوا دراج انتراكشنز مع الادوية الاخرى، لو في دواء تاني في نفس الوقت بيتكسر في الليفر هيكسره. دي بقى تفرق معانا في ايه؟ قاعدة بتاعت زمان بتاعت الفارما يعني في الجنرال. الفينوباربيتون ده كان احتمال التسمم منه عالي. احتمال التسمم احنا بقينا قد ايه دلوقتي؟ بوحة رجعت 57 دقيقة. احتمال التسمم منهم عالي لسببين. السبب الاول ان هم low therapeutic index، الفرق ما بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة فرق بسيط او النسبة يعني، خلاص. السبب الثاني هقوله لك ان شاء الله دلوقتي بس كده سريعا، ان العيان لما كان بياخد القرص ده، انت فاكر البنزو كانوا بيعملوا ايه في الذاكرة؟ بيعملوا انتروجريد امنيزيا، بينسوا، مش كده؟ طيب دول بينسوا اكتر، اخد قرص الفينوباربيتون وبعد شوية كده انسى ان هو اتاخد فروح واخده، وبعدين انسى ان انا اخدت الدواء فروح واخده، ونفضل بقى ماشيين في السكة دي لحد ما يحصل تسمم غالبا، خلاص. يبقى دي كانت كومن قوي ان يحصل اكيوت توكسيسيتي بيهم. كان من ضمن اهداف علاج هذا المريض ان انا احاول ازود الاكسكريشن بتاع الجزء ده في اليورين، وكلنا فاكرين لو دواء اسيدك وعايز ترميه في اليورين عايز تزود الاكسكريشن خلي اليورين الكالين، كنا بنعمل حاجة اسمها الكالينيزيشن اوف يورين صوديوم بايكربونيت مثلا، خلاص، عشان بقى يبقى الدواء ايونايزد يعني ووتر سوليبل مش ليبيد سوليبل، يبقى اكسكريتد نوتري ابزوربد. خلاص النهارده هفوتها بسرعه بس وقت الاسبرين ان شاء الله هقولها تاني. طب ده فينوباربيتون. في مجموعه بقى كان اسمها انترميديت اكتنج ومش عارف شورت اكتنج وايه، خلينا في المجموعات المهمه. المجموعه الثانيه اللي هي بتستخدم يعني حاجه اسمها الترا شورت اكتنج، فاكر انت المصطلح ده سمعناه في البريباريشنز بتاعت الانسولين، الاسبرو والاسبارت وجلولايزين والكلام. طب الالترا شورت اكتنج ده دواء اسمه ثايوبنتون، ثايو بنتون او طبعا ثايوبنتال بقى، خلاص عرفنا الاثنين صح. الدواء ده دواء تخدير اساسي، دواء مهم جدا في التخدير الكلي، انتروفينس انستيزيا، خلاص. طيب الدواء ده بيتحقن انتروفينس، الكلام ده جاي حالا ان شاء الله يا جماعه، انا مش بقول والله غلاسه كده. الدواء ده بيتحقن انتروفينس عشان اعمل بيه اندكشن اوف انستيزيا، ادخل العيان في الستيج الثلاثه اللي انا عايزها دي، اخده انتروفينس اهو دخل على الوريد اهو، كويس، حقنت الدواء مع البلاد سبلاي راح للبرين، عدى طبعا بلاد برين بارير وراح للبرين. ليه بقى؟ الدواء ده فيري فيري للصبح ليبيد سوليبل، كويس؟ طيب فيقوم يعمل ايه بقى؟ يروح على الاماكن اللي فيها دهون، بيحب لايبوفيليك، محب للدهون. طب اشمعنى راح للبرين وما راحش مثلا للاديبوس تيشو ولا السبكيوتينيوس فات ولا مش عارف ايه اي حاجه فيها دهون؟ عشان البرين فيه ميزه ثانيه غير ان هو فيري ريتش ان ليبيد كونتنت، فيري هاي فاسكولاريتي، ودي حاجه من المهم قوي في الديستريبيوشن بتاع الدواء، مليان تغذيه دمويه فرايح معاه، خلاص؟ طيب بعد ربع ساعة كده ولا حاجة تلاقي العيان، لو انت ما اديتش بقى جرعات تانية او لو ما كملتش بدواء تاني بعد كده تلاقي العيان فاق. ايه اللي حصل؟ الدواء هنا مش كده، انت اديت مرة واحدة فراح كده بقى هنا مركز، ما اديتش تاني فراح راجع تاني على الدم، دخل على من الدم على البرين، خرج من البرين على الدم، كويس؟ وبعد ما خرج على الدم يعاد انتشاره او يعاد توزيعه، يروح بقى على الليفر يتكسر ان شاء الله على مهله، يروح على السكيليتال ماسلز، يروح على الاديبوس تيشو، خلاص. المهم ان هو خرج من المخ، تمام. طيب المعلومه دي مهمه في ايه بقى؟ لو حصل ان انا كررت، معلش انا عمال اشم ريحه القهوه مش قادر امسك نفسي والله، لو انا اديت ريبيتد دوزز، حاجه من الاخطاء الوحشه قوي ان انا ادي جرعات متكرره من الثايوبنتون،
اللي بيحصل ايه؟ ان الانسجه دي ليها قدره، يعني لو بنتكلم تحديدا حتى على ليفر، على السكيلت المصل والاديبوس تيشو، ليها قدره استيعابيه. خلاص؟ بتاخد كميه ثايوبنتون ما بتقدرش انها تاخد زياده. خلاص؟ يحصل تيشو ساتيوريشن. فانت عمال تدي ريبيتد دوزز الدواء هنا كده. خلاص؟ وبعدين دول ما بياخدوش، مستوى في الدم عالي، فمش عارف يسيب البرين. هي عمليه زي ما تقول كده كونسنتريشن جريدينت، بتحقن بيروح على البرين ويخرج، يروح على البرين ويخرج وينتشر. خلاص خلصنا. عمال بقى انت تدي جرعات ورا بعضها، حصل تيشو ساتوريشن وحتى البلاد ليفل بتاعه بدا يعلى، فبدا يحصل نوع من الاكيوميشن في البرين، فيبتدي يحصل المصيبه الكبيره بتاعت الديبريشن اوف ريسبيراتوري سنتر وفازو موتور سنتر طبعا، وحاجات تانية مثلا زي الهيت ريجوليتنج سنتر وغيبوبه. هنا بقى النفس هيقف، هايبو فنتيليشن وهايبوكسيا، هنا الضغط هيقل، هايبوتنشن، هنا هايبوثيرميا، الحاجات المشهوره بتاعت التوكسيسيتي هنا. كل ده سببه ريبيتد دوزز. انا شخصيا وانا في امتياز، طبعا الكلام ده يعني من زمان قوي، يعني بقى مش فاكر بقى عدى كام سنه والله، 85، عد انت بقى براحتك. كويس؟ كان في نائب جراحه شاطر جدا، يعني انا كنت من الناس اللي بتحب الجراحه، ويعني يعني كده المهم يعني ايه، جه عيان عايز نعمل يعمل له، انا طبعا مش فاكر بقى تفاصيل، يعني انا دوبك فاكر طشاش كده، هيعمل له حاجه ماينور اوبريشن، مش محتاجه تخدير كلي ولا اوضه العمليات ولا حاجه، هيدي له الثايبنتون. خلاص الثايبنتون هيروح يدخله في انستيزيا فتره كويسه، وعشر دقائق وربع ساعة نكون خلصنا إن شاء الله، والعيان يفوق والعملية تكون خلصت، العملية البسيطة دي. يعني مثلا ممكن تكون بايوبسي أو حاجة، المهم يعني. الدكتور إداله الجرعة الأولانية، دكتور جراحة يعني، حتى أفتكر ما كانش معانا حد تخدير يعني. وأنا حاطط نفسي في القصة كده جدعان. إداله الجرعة الثايوبنتون، العيان نام شوية، وبعدين مشكلة كده في إن هو يخلص البروسيجر بتاعته. كالعاده ممكن تحصل في اي عمليات يعني، الدنيا مش كتاب اناتومي قدامك يعني. فايه لقى بدا يفوق شويه كده، راح مديله ثايبنتون تاني، الدنيا عكت اكتر، اداله ثايبنتون تالت، الدنيا عكت خالص والعيان مات. بجد العيان مات عشان حصل ديبريشن فيرس، وكانت قصه كبيره بقى في القصر العيني وشغلانه. والمهم يعني ايه، دي حاجه من الحاجات يعني، في حاجات في الطب الواحد شافها بعينيه بيصدقها يعني. فده فكره دي بقى يسموه ريديستريبيوشن، انا بتخلص من تاثير الدواء اللي اسمه الثايوبنتون ده باي ريديستريبيوشن، اعاده انتشار. مع ان هو لسه موجود، هو بيتكسر على فكره على مهله في الليفر، بينزل في اليورين، لكن انت خلاص طالما خرج من البرين يبقى المفعول انتهى. طيب ده بالنسبه للكاينتكس ماشي، بتاعت الباربيتوريتس. الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم انت عرفته قبل كده، دي ار جابا ميميتكس، صح. They facilitate the action of GABA on GABA A، صح. They are GABA potentiator، زي ما تحب تقول. يعني ايه؟ يعني بيروح لهم، فاكر انت الكومبلكس اللي احنا رسمناه قبل كده اللي موجود على سطح الخلية كده، لو دي خلية عصبية وده المجمع السكني اللي هناك يعني، اللي هو GABA A، وهنا في ريسبتور بتاع البي زد، واحد واثنين بقى خلاص عرفناهم، وهنا في ريسبتور بتاع الباربيتوريت، والنص دي الكلورايد شانل. طبعا انا رسمي وحش قوي، بس انا انت متخيل ان دي موجوده كده ايه على السيل ممبرين. خلاص وادي الكلورايد بره اهو. اي حاجه من دول بتشتغل، طبعا الطبيعي اللي بيشتغل هو الجابا، على الجابا ايه، لكن لو تدي بنزودايزيبين من بره، لو تدي باربيتوريت من بره، كل ده هيفتح لك كلورايد شانل، يحصل انفلكس اوف كلورايد، وكلنا خلاص حفظنا الخطوات. انفلكس اوف كلورايد وراها هايبر بولاريزيشن، وراها بوست سينابتيك انهيبيشن اوف نيورونز. فده طريقه شغله. خلاص ليهم مكان، وبرده نفس الخلاف، هل هو مكان لوحده ولا جزء من الجابا ايه ولا بتاع، مش مهم. فاكر انت الجابا ايه بقى، الاثنين الفا واثنين بيتا وجاما والكلام ده. طب ادي الميكانيزم اوف اكشن، الاكشن بتاعهم تقريبا كانك بتعيد شغل البنزودايزيبينز بس بشكل اقوى شويه. يعني هم كانزيوليتكس موصوفين بس، او يعني انتي انكزايتي منهمش طبعا يعني استخدام، بس قصدي سيديشن ودراوزنس قول زي ما انت عايز. هيبنوتيك قول زي ما انت عايز. بس قبل ما تقول بقى زي ما انت عايز، كلهم مشاكل في الهيبنوتكس مش كده؟
كلها مشاكل، بيأثر قوي الرم فتاني يوم هانج اوفر، يأثر قوي الرم فلما وقفهم ممكن يحصل لي حاجه اسمها ريباوند بارادوكسيكال سليب، فاكر بتدي الرم يطول قوي ويعمل لي مشكله في النوم، او يحصل ريباوند انسومنيا. تخيل يعني كنت بنام بيهم ولما وقفتهم رجعت جالي ارق اسوأ من الاول. ده بالنسبه لشغلهم كهيبنوتيك، انتي كونفالسنت، انتي ايبليبتيك، اناثيزيا، امنيزيا طبعا فظيعه اللي قلت لك عليها دلوقتي. خلاص دي كلها اكشن شبيهه بالتاني، بالاضافه بقى لشغلهم كهيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز بشكل قوي. طيب نقرا بقى الكلمتين دول في الكتاب كده عشان برضو ايه الناس اللي بتتعب من عدم المتابعه. هو كاتب باربيتريت صفحه 59، كاتب سيداتيف هيبنوتكس نون سيلكتيف سي ان اس ديبريسنتس. فاكر انت في التقسيمه في الاول خالص لما قال لك الادويه بنقسمها لسي ان اس ديبريسنتس وستيمولانس، وجي على الديبريسنتس وقال لك في نون سيلكتيف او نون سبيسيفيك وفي سيلكتيف او سبيسيفيك، دول كانوا هم والتخدير الكلي شبه بعض، نون سبيسيفيك او نون سيلكتيف سي ان اس ديبريسنتس. بدا بالفينوباربيتون ده زي ما قلت لك واحد من اللونج اكتنج، على طول جه بقى كده على ايه، على الكاينيتكس 25-50% هيباتيك ميتابوليزم، يعني اوكسيديشن ماشي وبعدين الحقيقه بعدها كونجوجيشن غالبا. المهم بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز ريبيتد يوز هيؤدي الى هيباتيك مايكروزومال اندكشن، يزود الميتابوليزم بتاعهم شخصيا اللي بنسميه اوتو اندكشن، وبالتالي يعمل ديكريز ذا ديوريشن وبالتالي يؤدي الى تولرانس. هنا تفسير التولرانس واضح، فارماكوكينيتك. في البنزودايزيبينز لو تفتكر المحاضره اللي فاتت تفسير التولرانس ما كانش واضح قوي، بس قلت لك قد يكون بسبب ان بيحصل داون ريجوليشن على ريسبتورز. طيب نمره بي 55 بقى ال 75% الباقيين منه رينال اكسكريشن ان تشينجد، وبالتالي لو عملنا الكالينايزيشن اوف يورين هيزود الاكسكريشن في البول. الثايوبنتون ده قلت لك اسمه الترا شورت اكتنج، ده بيحصل له ريديستريبيوشن من السي ان اس تو اذر اورجانز، لو عملنا ريبيتد انجكشن يبقى تيشو ساتوريشن، يبقى سي ان اس كاميوليشن، يبقى لونجر ديوريشن الحقيقه وتوكسيسيتي. افتكر بقى القصه الحزينه دي. طيب وقلت لك اشمعنى راح للسي ان اس، مش كده فاكر؟ عشان لايبوفيليك وبيحب الدهون فراح للبرين، ليه مش على طول على الاديبوس تيشو او الفات؟ عشان البلاد سبلاي. فارماكو داينامكس اوف باربيتوريتس ميكانيزم اوف اكشن، هو كاتب رقم واحد سي ان اس وما كتبش غيره، مش كده؟ يعني كاتب اول اكشن سي ان اس وبعدين ما كتبش غير ماشي. ميكانيزم اوف اكشن ستيميليت سبيسيفيك باربيتوريت ريسبتور، يبقى جابا مايميتك اهو بيقلد الجابا، فاسيليتيت جابا ايه ترانسميشن، بيعمل زي ما الجابا بتعمل على الجابا ايه، انكريس كولرايد انفلكس هايبر بولاريزيشن وبوست سينابتيك انهبيشن. انا كنت عايز اسالكم حاجه دلوقتي بس نسيت. اكشنز اوف باربيتوريتس على سي ان اس سيداتيف اكشن باد دراوزنس، ماشي ما دي قاعده احنا متفقين عليها. هيبنوتيك اكشن باد ابنورمال سليب انهبيشن اوف ريم، هو انهبيشن يعني هو بيأثر قوي الريم يعني. خلاص الانهبيشن اوف ريم ده اللي هيعمل هانج اوفر، هو كان اعتقد كان عايز يكملها بس ما جاتش، يعني انهبيشن اوف ريم ونقطتين اعتقد يعني ايه يؤدي الى هانج اوفر او ريباوند بارادوكسيكال سليب او ريباوند انسومنيا، هيقولوا ان شاء الله في الاعراض الجانبيه. امنيزيا بقى فظيعه، انتروجريد امنيزيا من قلبك يحبها يعني. اناثيزيا جنرال اناثيزيا، بنستعمل زي ما قلنا الالترا شورت اكتنج باربيتوريتس اللي هو الثايوبنتون، انتي كونفالسنت زي الفينوباربيتون وانتي ايبليبتيك برضه الفينوباربيتون، عشان كده هو ذكر الاثنين دول بس يا جماعه، ذكر الاسمين دول فقط عشان دول اللي بيستخدموا طبيا مش كهيبنوتكس، يستخدموا الالترا شورت اللي هو ثايبنتون في التخدير الكلي ساعات في التشنجات برضو لو فشلت يعني الادويه الاخرى، والفينوباربيتون ده بتاع صرع، بتاع تشنجات وصرع، انتي كونفالسنت وانتي ايبيليبتيك. المعلومه اللي مكتوبه في تحت الرقم 5 اللي هو انتي ايبيليبتيك بين قوسين فينوباربيتون تريتس جراند مال وورسنز بيتي مال، مؤجل بقى. احنا عندنا انواع من الصرع، نوع اللي اسمه جراند مال ده اللي هو ما ليه اسم تاني طبعا دلوقتي مش مهم بقى تفاصيل، ده اللي بيستجيب ليه الفينوباربيتون ده فعلا بيعالجه يعني.
البيتي مال اللي بيجي غالبا في سنه صغير وما بيبقاش فيه تشنجات قوي وبيحصل بس فقدان للوعي كده فتره صغيره، ده في ناس بتقول ما بيعالجوش وفي ناس بتقول بيزيد سوءا. وقتها ان شاء الله نبقى ايه نشرح يعني. الثيرابيوتيك يوزز اوف باربيتريتس، وكاتب ناو دايز ليميتد تو ذا يوز اوف، اللي باقي لنا يعني في الاستعمالات، ثايوبنتون ان انتروفينس انستيزيا وفينوباربيتون ان جراند مال ايبيليبسي، ممكن في الستيتس ايبيليبتيكس، ما هوش احسن دواء طبعا، احنا عرفنا الدايازيبام واللورازيبام والكلونازيبام والحاجات اللي ذكرناها قبل كده، لكن ممكن يتاخد. فيبرايل كونفولجنز دي مش صرع. فيبرايل كونفولجنز يعني التشنجات اللي بتحصل في الاطفال بسبب الحمى بسبب حراره عاليه. الادفيرس افكتس بتاعتهم يعني برضو سريعا كده، ايديوسينكراسي اول حاجه كاتبها، هو برضو لو اخدتوا بالكم الكتاب اللي هو بقى برضو ترك شغل الدكتور عبد الفتاح مرعي، اي انا مش بتألم والله، هم ثلاثة اي ورا بعض، وبعدين خلاص يعني، لو انا ما كنتش بعرف احفظ الكلام ده والله يعني، ممكن افتكر ان هم كانوا ثلاثة اي وخمسة اي بس ما اعرفش ايه اللي جواهم بقى. المهم الايديوسينكراسي، عارفين يعني ايديوسينكراسي طبعا مش كده، فاكرين ابنورمال unpredictable drug response due to genetic abnormality، صح؟ عشان الفارما بقى يعني لسه قدامنا شوية هي الكلام ده كتير، يعني رد فعل غير طبيعي ورد فعل لا يمكن التنبؤ بيه إلا إذا طبعا عملت أبحاث بقى جينيتكس من هنا للصبح يعني، لكن ما أقدرش أعرف لما أدي عين الدواء ده هيحصل عنده كده ولا لأ. خلاص سببها حاجة في الجينيتكس، من ضمنها مشكلة البورفيريا دي، هو كاتب acute porphyria in patients with acute intermittent porphyria. اعتقد ان انتوا عارفين مشكلة البورفيريا انها حاجة جينيتك طبعا، يعني انا ما شاء الله بجد معجب بمستواك والله، واضح ان انتوا السنة اللي فاتت البايو والفيسيولوجي يعني كانوا يعني، ربنا يبارك في الناس اللي درست ويبارك فيكم يعني، من زمان ما شفتش كده المستوى الحلو ده، هو غصبا عنهم والله الدفعات عشان محدش يزعل مني يعني. المهم في عندنا مشكله جينيتك، في مشكله في الانزيمز المسؤوله عن تكوين الهيم من البروتو بورفرينز لبورفرينز للهيم هيموجلوبين يعني، ففي عندنا ديفكت كده في السكه، في حاجه ناقصه كده في الطريق مش كده. ففي بعض الناس بيعلى قوي عندهم البورفرينز، والبورفرينز اظن كانت بتتنشط بانزيم يمكن انتوا فاكرينه تصنيعهم يعني، اللي هو يسموه دلتا الا سينثيز مش كده، دلتا امينو ليفيولونيك اسيد سينثيز، برضو انا يعني بقيت بخاف منكم قوي في حته البايو والفسيولوجي دي. فالمهم لو حصل تنشيط لهذا الانزيم بيزيد تكوين البورفيرينز وما بيكملش الطريق، فلما تعلى البورفيرينز تعمل اعراض الاكيوت بورفيري، مشاكل بقى الهيموليسيز ومشاكل على الجلد ومشاكل على الكيدني ومشاكل على البلد والكلام ده. فدي الفكرة، ايه علاقة الموضوع ده بالباربيتريتس؟ ان الباربيتريتس زي ما بينشطوا كده الليفر انزيمز اللي هي بتاعت الميتابوليزم بينشطوا الدلتا امينو ليفيولونيك اسيد سينثيز، فلو العيان عنده بورفيريا ممنوع منعا باتا ان انا اديله باربيتريت عشان ما دخلوش في اكيوت انترميتنت بورفيريا. الايديوسينكراسي التانية حاجة برضو من الحاجات الغريبة قوي، المفروض ان العيان ياخد الباربيتوريتس ويهدى وينام مش كده، في بعض الناس يحصل لهم اكسايتيشن، لما احنا برضو بنفشل في معرفة الحقيقة يعني يقول لك ايديوسينكراسي بقى يعني العيان هو اللي فيه حاجة غلط كويس. دي على فكرة كانت موجودة في الانتي هيستامينكس لو تفتكروا، في الاطفال الانتي هيستامينكس المفروض بتنيم في بعض الاطفال ممكن يحصل عندهم اكسايتيشن. طيب الاي اللي بعدها اندكشن اوف هيباتيك مايكروزومال انزيمز، نلعب بقى بالحروف عشان ايه تمشي بالاي يعني، ان هم هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز، فعندنا المشكلتين هيكسروا نفسهم يبقى تولرنس. طبعا كلمه كروس تولرنس برضو نفس الفكره يعني، هم والكحول هم والبنزودايزيبينز تمام، بس هي مش يعني مش ماشيه قوي مع قصه الهيباتيك مايكروزومال انزيم اندكشن، هم بيحصل منهم تولرنس بسرعه بسبب ان هم بيكسروا نفسهم، وطبعا وراها ديبندنس من النوع السيء، بيقال على فكره في الكتب يا حبايبي لما كان زمان لهم وضع قوي يقول لك ادمانهم واعراض الانسحاب بتاعتهم لا تقل عن المورفين اللي هو من أسوأ انواع الادويه اللي بتعمل ادمان يعني. ديبندنس ودراج انتراكشنز طبعا لو كانت الادويه الاخرى بيحصل لها ميتابوليزم بالهيباتيك مايكروزومال انزيمز.
اليرجي برضو دي من الحاجات المشهوره فيهم. ابنورمال سليب، يعني ايه ابنورمال سليب؟ يعني ماشي هو قايل انهبيشن اوف ريم، ماشي ماشي، فيعمل هانج اوفر ويعمل بعد ما نوقفه ريباوند انسوميا. يعني هانج اوفر ده تاني يوم الصبح، ريباوند انسوميا ده غالبا لما اوقفهم بقى. امنيزيا صح، انتروجريد بقى صح، عنيفه جدا. وكلمه اوتوماتيزم بقى اللي انا كنت بقول لك عليها دلوقتي، العيان كانه تحول الى اله، ياخد القرص ينسى انه اخده، فياخد فينسى فياخد فينسى فيموت، ده الاوتوماتيزم. يعني الاكيوت بويزنينج صح، خلاص لا تنسى احتمال التسمم. ان انا قلت لك بقى دلوقتي احتمال التسمم، هتقول لي على الاقل حاجتين غلط حصلوا مش كده؟ هو الدواء نفسه بتاع ده لو ثيرابيوتيك اندكس، بس المشكله الاولى ان العين بينسى فبياخد جرعات ورا بعضها لحد ما يوصل لتوكسيك دوز. السبب الثاني اللي احنا الحادثه بتاعت الامتياز دي، ان احنا ادينا ريبيتد انجكشن من الثايوبنتو فحصل بقى قصه التيشو ساتوريشن دي. طيب اعراضه زي ما انت قلت لك من شويه، فاكر قلت لك بيهبط ريسبيراتوري سنتر، وده غالبا ان شاء الله على مستوى السي ان اس بقى الجاي هيبقى هو ده سبب الوفاه في معظم حالات الاكيوت توكسيسيتي. فيعمل هايبوكسيا وهايبو فنتيليشن وبتاع، فعلاجه اكسجين مثلا او تنفس صناعي. هيبتدي يعمل انهبيشن على الفازو موتور سنتر بتاع التحكم في الشرايين والضغط، يبقى يحصل هايبوتنشن. هيبتدي يعمل انهبيشن على الهيت ريجوليتنج سنتر، يبتدي يحصل هايبوثيرميا، درجه حراره الجسم تقل عن الطبيعي. طبعا الكوما، وبعدين ديث ديو تو ريسبيراتوري فيلير اللي هو انهبيشن للار سي. الادكشن طبعا من الحاجات اللي قلت لك فظيعه جدا في هذه المجموعه. لونج يوز هيؤدي الى تولرانس وديبندنس وادكشن. دراج انتراكشن خلاص مفهومه بقى، يعني سمعناها على فكره في المنهج ده اكتر من مره. فاكر مثلا لما كنا بنتكلم على السلفونايل يوريا، لو اخذنا معاهم فينوباربيتون مش هيشتغلوا، هيتكسروا بشكل اعلى، مستواهم في الدم يقل، اكتيفيتي تقل، السكر يبقى عالي. مع الكونتراسبتيفز، مع الاورال كونتراسبتيفز هيحصل فيلير ليهم ويحصل كونسبشن. فده الجزء بتاع الدراج انتراكشنز. ان شاء الله ما تكونش صعبه قوي الباربيتوريتس. اللي جاي بعد كده كلام بقى بسيط ان شاء الله، اللي هي مجموعه الحاجات الصغيره بقى. كلورال هيدريت ده عباره عن هيبنوتيك، دواء منوم، وبيتاخد في الاكستريميتيز اوف ايج. يعني الفكره فيه ان هو يعني مش خطر قوي لو الميتابوليزم قليل ببساطه. يعني مش معنى اكستريميتيز اوف ايج الناس اللي هم صغيرين قوي والكبار قوي مفيش خطوره، لان هو الميتابوليزم بتاعه مفيش منه حاجه مقلقه يعني. طيب طعمه مر زي ما قلت لك، يعني بيقال يعني طعمه عامل زي الكحول كده شويه، فبيتاخد دايلوتد وذ ميلك اور فروت جوس. انت نقي عايز لبن عايز عصير. ابنورمال سليب باترن زي الباربيتوريتس اللي هي مشكله الريم القليل قوي، فبرضه نفس قصه الهانج اوفر دي او الريباوند بارادوكسيكال سليب او ريباوند انسومنيا بعد ما ما بيتاخدش فترات طويله الحقيقه. وكان بيتاخد يعني حسب ما انا فاكر كده فترات قصيره كده، عايزين مثلا الطفل عنده يعني مشكله فيها مش ارق يعني، بس مع المسكنات يدوه عشان الطفل ينام لو حالات الحروق وحالات بوست اوبراتيف وكده، بس مش لوحده يعني لازم معاه مسكنات يعني. اللي بعد كده ان هو هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر، ودي على فكره برضو حبايبي لتشابهه مع الكحول. الكحول هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسر، وده من الحاجات اللي بتفسر ليه بيحصل منه تولرانس وديبندنس. سيجنيفيكانت سي ان اس ديبريشن اف جيفن وذ الكحول. واضح ان الكحول بقى عامل لنا مشكله، ما بلاش يا جماعه. عامل لنا مشكله مع البنزودايازيبينز، هم دول السبب الرئيسي لو حصل اكيوت بنزودايازيبين بويزننج. ولو اتاخد مع هنا انت بتدي، هو قال ان هو بيتحول لترايكلورو ايثانول ولا لا؟ طيب هو قالها في الاول يا جماعه، قالها في المقدمه فافتكرها هنا معلش. كلورال هيدريت بيدي مركب اكتف اسمه تراي كلورو ايثانول، قلت لك حتى ساعتها افتكر ان هو في مقطع الايثانول ده، لان هو ديريفاتيف كيميائيا شبه يعني من قرايب الكحول يعني. فلو اتاخدوا مع بعض انت بتاخد ايثانول مع تراي كلورو ايثانول، يحصل ديبريشن سيفير ديبريشن في السي ان اس.
اللي هو مسميه نوك اوت كوكتيل. انا ما اعرفش هم الحقيقه كانوا بيتحطوا مع بعض يعني، عشان كده انت عارف الكوكتيل ده اللي هو تحط كذا حاجه مع بعض يعني. فهل هم كانوا بيتاخدوا مع بعض كده كمشروب يعني مركب، ولا ده العيان بياخده وبيشرب خمره برضو كعاده في الاوروبيين يعني او فالمهم ان هو لو تاخده مع بعض العيان هتبقى دي الضربه القاضيه بالنسبه له. كلمه نوك اوت عارفين بتاعت الملاكمه اللي هي الضربه القاضيه يعني. المجموعه الخامسه اللي هي الانتي هيستامينكس او الانتي هيستامينز، وبرضو عشان خاطري افتكر دايما معلومه ان هم الفيرست جينيريشن اللي بيسموهم السيديتنج انتي هيستامينكس. زي ما هو قايل لك بقى امثله كتيره قوي، طبعا كانوا اساميهم مرعبه يعني في الاوتاكويدز، اللي هو دايفنهيدرامين ودايمنهيدرينات وسايكليزين وميكليزين وبروميثازين وهيدروكسيزين خلاص ده الاكزامبلز يعني ليهم. الاكشنز ان هم سيداتيف هيبنوتكس، ده عشان بيعدوا بلاد برين بارير وبيقفلوا الاتش واحد اللي موجود في البرين اللي كان بيصحصح فبيقفلوه فبننام. وزي ما قلت لك ده العادي، لكن في بعض الناس بيحصل العكس، يحصل اكسايتيشن. طبعا الاكشن الاساسي فيهم ما اعرفش انتوا، مش عايز ادخل فيهم والله خالص، بس هم كانوا دايما لما نيجي نذاكرهم كده نقول كلمه انتي ونقعد نطلع بقى شويه ايه حاجات كده يعني. هم انتي هيستامين بيقفلوا الاتش 1 ريسبتور، اتش 1 بس كويس. وبعدين بما ان هم انتي هيستامين يبقوا انتي اليرجيك، وبعدين انتي ماسكارينيك يعني اللي احنا ممكن نسميها اتروبين لايك صح. وبما ان هم بيقفلوا الماسكارينيك والهيستامين في البرين فيبقوا انتي ايميتك، مضادات للقيء. وبما ان هم انتي ماسكارينيك يبقى لهم اكشن كانتي باركنسونيان، زي ما نقول ان شاء الله في مرض الباركنسونيزم. في بعضهم بقى كان حاجات تانية بس يعني انتي سيروتونين ومش عارف ايه، بس هم دول خلاص. بالاضافه بقى للي انت عايزه النهارده اللي هو شغل السيديشن والهيبنوزس. طيب فكاتب كده بقى ان هم سيديتيف هيبنوتيك وانتي هيستامينيك وانتي كولينرجيك، اللي هي دي انتي كولينرجيك انتي ماسكارينيك اتروبين لايك، كلها تقريبا من نفس المعنى. وانتي ايميتيك بيقفلوا حاجه اسمها الفوميتنج سنتر. طيب يوزد از اوفر ذا كاونتر سليب ايدز، اوفر ذا كاونتر الادويه في الطب يا اما ادويه لا تصرف، لا ما تعرفش تشتريها الا بوصفه طبيه يسموها بريسكريبشن اونلي ميديكيشن، يا اما ادويه بتتباع في السوبر ماركت على الرف كده تمد ايدك تاخدها بدون وصفه طبيه اسمها او تي سي اوفر ذا كاونتر فوق الرف خلاص. زي ادويه البرد الانتي هيستامينكس، ادويه الامساك والاسهال والحموضه ومش عارف ايه، مسكنات زي الاسبرين والباراسيتامول. طيب يبقى دول فيهم ميزه ان انت الباقي ده كله اللي فات ده اللي هم البنزودايازيبينز ولو كانت الباربيتريتس موجوده والبي زد 1 ريسبتور اجونست، كل دول محتاجين وصفه طبيه من اخصائي. دول لا تروح طبعا في مصر هنا الموضوع اسهل، لكن برضو ستيل ادويه السي ان اس معظمها بقت حاجه اسمها جدول ولازم روشتة وشغلانه يعني. لكن دول فيهم ميزه بقى انك تشتريهم من غير وصفه طبيه. نو دراج ديبندنس، دي ميزه حلوه جدا جدا. الحقيقه العيب اللي فيهم بقى ان هم ما يعالجوش بجد بقى يعني، هم يعالجوا الارق المؤقت غالبا يعني وقت الامتحانات بقى زي ما هتعرف ان شاء الله كده، وقت زي الايام اللي احنا فيها دي حاجات زي كده. لكن عيان عنده انسومنيا لمشاكل بقى ليها علاقه فعلا بالسليب سايكل والكلام ده صعب قوي ان هم يصلحوه. طبعا مش وقت عيوبهم قوي دلوقتي، بس افتكر دايما يعني معلش ان شاء الله لما تشتغل كده تفتكر الحاجات الاساسيات دي. العيب الاساسي فيهم اتروبين لايك خلاص. يبقى خلي بالك لو الراجل كبير في السن لانه هيبقى عنده بروستات كبيره بناين بروستاتيك هايبربليزيا، وانت فاكر كويس قوي ان الاتروبين ده يعمل له اكيوت ريتنشن اوف يورين صح. البروستات كبيره ومجرى البول ضيق فما بيعرفش يتبول بسهوله، حضرتك عملت اضافه جميله جدا ريلاكس الوول اوف ذا بلادر وقفلت له السفنكتر دخلته في اكيوت ريتنشن اوف يورين. والحاجه الثانيه برضو الكبار في السن ارتفاع ضغط العين، كبار في السن ضغط عينهم بيعلى زي ما ضغط الدم بيعلى كده الانترا اوكر بريشر. اديت حضرتك اتروبين عملت اكيوت اليفيشن في الاي او بي اكيوت جلوكوما يضغط على العصب البصري العين عينه تضيع، وده مش هزار والله يعني. افتكر دايما اي حاجه ليها اتروبين لايك اكشن في كبار السن
سواء رجالة أو رجالة وستات. طيب مش وقته أكتر من كده بقى. الأدوية الجديدة بقى اللي هي، أنا عايز بس أسيب القهوة دي عشان منظري يعني مش بشرح، منظري قاعد بحكي. الأدوية الجديدة اللي هم الميلاتونين أجونيستس، دواء اسمه الميلاتونين، طبعا شخصيا ده موجود في الطب، موجود دلوقتي وموجود بكثرة وناس كتير قوي بتستعمله، وفعلا يعني طبعا الاستجابة مختلفة من شخص لآخر، لكن بيجيب نتائج كويسة في حالات الأرق بتاع الامتحانات ده. في بقى منه أنواع 3 مللي و5 و10. الدواء بقى اللي هو يعني الشبيه اللي بيشتغل على نفس الريسبتور بتاع الميلاتونين اللي هو راميلتيون، ودواء شبهه قوي اسمه تاز او تازي ميلتيون، رامي وتازي ميلتيون، بالاضافه للميلاتونين نفسه. طبعا هو كاتب كلام جميل جدا على الميلاتونين، بس هو الفكره باختصار ان الميلاتونين ده هو طبعا اساسا عباره عن هرمون طالع من الباينيال جلاند او الباينيال بودي، الغده الصنوبريه دي، وجاي من السيروتونين، وقصه يعني كلكم اكيد عارفينها. بس هو الفكره في الادويه انه بيشتغل كأجونست على الميلاتونين ريسبتورز، هم كتير يمكن ثلاثة مثلا، بس الأدوية غالبا بتشتغل على واحد واثنين. طيب وهيعملوا يعني علاج للإنسومنيا بالذات في كبار السن اللي بدأ يحصل عندهم مشكلة في السليب سايكل. طيب المهم نقرا كده بسرعة، يعني الموضوع بسيط، بس خلي بالك دول جداد، فدايما توقع كده في الام سي كيو يعني هيبقى ليهم ذكر. ميلاتونين is a hormone released from the pineal body at night, stimulated by darkness till the first light of the day. خلاص؟ to control normal biological clock and sleep cycle. كلام جميل قوي بقى اللي هو ايه، مسلي يعني. its level decreases with age. عشان كده دايما قصه الارق بتاع الكبار ده بيبقى ليها علاقه بالاثروسكليروزس، ليها علاقه بالميلاتونين. causing irregular sleep in elderly people. Melatonin acts on three receptor subtypes, 1 و2 و3 اسمهم MT. راميلتيون والتازيميلتيون دول اجونست على ام 1 او ام تي 1 و2. They are useful to initiate and maintain sleep. برضه دي حاجه لطيفه، انت كان عندك في البنزو الحاجات الرابيد او الشورت اكتنج تو انيشيت، وانت كمل بقى اعتمد على نفسك، كمل الباقي بقى خلاص. وكان في اللي هم الانترميديت واللونج، دول كانوا بيشتغلوا متاخر فينفعوك تو مينتين، يعني انت بتبدا تنام لوحدك بس بتصحى في النص، هديك بقى بنزو لونج اكتنج او انترميديت، ده بيمنتين وانديوس نورمال سليب وذ نو داي تايم سيديشن. ادي ميزه، هو يقال على فكره ان هم بينورمالايز، عشان كده ما فيش مفترض يعني ما فيش ريم قصير، ما فيش لحد ما يبان بقى ان شاء الله لما يستخدموا على مدى اكبر شويه، ما فيش هانج اوفر، ما فيش داي تايم سيديشن، ما فيش داي تايم انكزايتي، ما فيش الكلام ده كله. نو توليرانس برضه ميزه حلوه زي ما قلناها فوق كده مع الانتي هيستامينكس. ما هو نو دراج ديبندنس بتاعت الانتي هيستامينكس، ما هو ما حصلش ديبندنس اللي ما حصلش توليرانس، صح؟ نو توليرانس ونو ابيوز بوتنشال. ابيوز بوتنشال هي احتماليه الادمان، ودي الكلمه الصح بقى. يعني احنا ما عادش في كتب بتكتب ادكشن قوي، هي تكتب دراج ابيوز، ابيوز بوتنشال كده يعني احتماليه ان يحصل اساءه استخدام يعني. المجموعه الاخيره اللي اسمها الاوركسين ريسبتور انتاجونست، اللي هو زي مثال دواء عرفناه المره اللي فاتت اسمه سيوف، انت وزي ما تحب والله. اوريكزانت، وقلت لك الاوريكزانت دي انا ما عرفتش الصف دي اساسها ايه بصراحه، بس غالبا كيمياء يعني. بس اوريكزانت دي بالبركه كده جت معانا ان الاوركس اللي هو الاوركسين يعني، وانت انتاجونست. اوركسين از ناتشرال او سنترال بيبتايد، يسموه نيورو بيبتايد او نيورو ترانسميتر، طبيعته الكيميائيه بيبتايد، انفولفد ان ريجوليتنج دايورنال ريذم. دايورنال ريذم العادي بقى بتاعك ان انت تصحى الصبح وتنام بالليل. هو بس انا كاتب جنبها كلمه صغيره كده ان هو مسؤول عن الاراوزل، الصحصحه، والويكفولنس، اليقظه والتنبه يعني، والابيتايت كمان ليه علاقه بالابيتايت، بس مش مهم بقى الموضوع بتاع الابيتايت دلوقتي. It is high in daylight، انت الصبح محتاج تصحصح هتلاقي الاوركسين عالي، ولو at night to control wakefulness. بيشتغل على ايه؟ برضو على ريسبتورز خاصه بيه زي ما قلنا الام تي 1 و2 و3، هنا في الاو تي او الاو اكس، اسف ايه الاو تي ده؟ الاو اكس 1 و2 دي الريسبتورز بتاعته.
السب اوريجزانت بلوك ذيس او اكس 1 و او اكس 2 ريسبتورز وبالتالي ريديوس ويكفولنس وانهانس نورمال سليب. فهم كلمتين بقى اخرنا ايه في الجزء ده. الريل ميلتيون والتازي ميلتيون بيشتغلوا على ميلاتون ريسبتورز 1 و 2 اجونست، وان السافيوريكزانت ده اللي هو بيشتغل كبلوكر او انتاجونست على الاو اكس 1 و 2. طيب اخر حاجه ان شاء الله النهارده عشان ايه. طب والله كويس ده احنا ماشيين معقول يعني، انا كنت فاكر ان احنا هنعدي الساعتين، هنحاول نعدي الساعتين ان شاء الله في شويه. اخر حاجه بقى مجموعه اسمها الانزيوليتكس او الانتي انكزايتي. علاج بقى يعني اللي فات ده طبعا جه ذكر الانكزايتي كتير في النص بالذات مع البنزودايازيبينز يعني، لكن ده بقى يعني تجميعه للادويه اللي بتتاخد كانزيوليتكس او انتي انكزايتي اللي كنا زي ما قلت لك من زمان بنسميهم ماينور ترانكيلايزر، على عكس الميجور بقى اللي جايين ان شاء الله قريبا اللي كانوا بيعالجوا الفصام. طيب احنا سمعنا البنزودايازيبينز من اولها لاخرها كده تمام. مش هنضيع وقت بقى في مراجعتها مش كده، فاكر انت ان شاء الله احنا راجعناهم اول المحاضره. المجموعه نمره 2 او البديل بتاعهم حاليا بقى في الطب اللي هم اللي هنقولهم دلوقتي ان شاء الله. المجموعات الانتي ديبريسنس اللي قلنا عليهم اللي هم سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز، دول انتي ديبريسنس مهمين قوي، ومجموعات برضو مهمه قوي في علاج الاكتئاب زي سيروتونين نور ابينفرين ري ابتيك انهيبيتورز. طبعا دول واضح من اسمهم بيشتغلوا ازاي مش كده، بس خليهم بعدين عشان ما لخبطكش النهارده يعني، خلي اللخبطه لوقت الدبريشن. طيب دول ايه بقى الميزه اللي فيهم يعني، ليه بقى هم الافضل من